نروح للقلعه البيضاء، نادي الزمالك واللي هو الاخر بيبحث عن الحفاظ على اماله في التاهل، والنهارده هيدخل الزمالك اختبارا هو الاخر صعب امام شباب بلوزداد الجزائري في الساعه 9 مساء في الجوله الخامسه من دوري المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا. بيسعى فيريرا لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري وحصد النقاط الثلاثة لإحياء آمال الصعود إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وبتتمثل صعوبة المواجهة الزمالك أمام بطل الجزائر باعتباره مصيرية، وتحدد بنسبة كبيرة مشواره أمام من استمرار آماله في المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا أو التوديع في حال حقق أي نتيجة غير الفوز، خصوصا في ظل تعقد موقفه في ترتيب المجموعة اللي بيحتل فيها المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف الترجي التونسي المتصدر ب9 نقاط وشباب بلوزداد الذي يحجز المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتزايل المريخ السوداني المجموعة بنفس الرصيد بطل مصر من النقاط. خلي كده نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم هيبقى في حراسة المرمى محمد صبحي 3-4-3، هيكون كل من أمامه حسام عبد المجيد، محمود الونش، ومحمد عبد الغني نيمار. في خط الوسط هيكون محمد أشرف روقة ونبيل دونجا ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو. في خط الهجوم هيتواجد سيف الدين الجزيري.